صباح الخير. يا ابن اللذينه انت فين؟ اهو مشغول جدا جدا. وحشتني. وانت كمان. جايب لك مفاجاه قلت لازم اشربها انا وانت وبس. ايه النظام؟ اجيب كوبايات ولا امشي؟ تمام. ايه يا بنتي مالك؟ ساره. ماليش. طيب انا هقوم امشي دلوقتي عشان عندي مواعيد كتير قوي. بس الازازه بتاعت النهارده كانت ايه؟ كانت فظيعه والجو كان تحفه. ممكن تسكت وملس وانت ساكت. ساره انت في ايه؟ انت مش طبيعيه النهارده. وانا ضايقتك في حاجه؟ من فضلك يا نور مش قادره اسمع صوت. انت مستنيه حد؟ خليك قاعد هنا ما تطلعش بره. ازيك يا ساره؟ انت فين؟ انا هنا. وحشتين. وانت كمان قوي يا بابا. انت كويسه؟ انا كويسه. انا كمان كويس جدا. ايه الابتسامه اللي مالهاش معنى دي؟ ليه بتقول كده ساره؟ انت فاكره لما قلت لك اني بقيت اشرب كاس واحد في اليوم وبالليل؟ فاكره. طيب بقى كاس واحد كل يومين ثلاثه. انا مبسوط جدا من نفسي. برافو يا بابا. ومالك بتقوليها كده وانت مش مبسوطه؟ لا والله انا مبسوطه جدا. ايوه كده بابا. ايوه. هو انت كنت جاي عشان تقولي كده بس؟ ايوه. دي حاجه كبيره جدا مش صغيره. لاني قدرت اسيطر على نفسي ونجحت اني اتحكم فيها اكتر من الاول بشويه. لاني كنت بستنى الكاس بتاع بالليل ده، فبقيت استنى بالليل ده بفارغ الصبر. كان لازم اكسر ده جوايا وقدرت. ابوك شاطر مش كده؟ كده. وانتي كمان شاطر. في يا ساره؟ بقول لك اطلع بره. هو انا عملت لك حاجه؟ اطلع بره. انت ايه اللي جابك اصلا؟ انت ما بتفهمش. خلاص هسيبها لك وماشي. بره بره كتك القرف. صباح النور. ايه ايه ده كله؟ محتاجه توقع عليهم كلهم. طب ماشي حطيهم هنا همضيهم واقول لك. بس ارجوك بسرعه يا استاذه. انت تؤمري. لا العفو يا استاذه، بس فعلا الورق ده متاخر. اه في حاجه تاني. ايه؟ جالك على الميل انفيتيشن لمعرض اسمه انيوجوال، هيتعمل الاسبوع الجاي ونازل فيه كل الناس اللي ممكن تتخيليها. فعلا كل الناس؟ هم عاوزيننا معاهم. طب ماشي
حطيه هنا هشوفه واقول لك. اوكي بس ارجوك يا استاذه ما تنسيش الورق. ما تيجي تمضيهم انت. حضرتك لو اتاخرتي فعلا همضيهم مكانك. وانا هوديكي في داهيه. لا لا صباح الخير. صباح الخير. ايه الاخبار؟ انت فين؟ انا في الشركه وعندي شغل كتير جدا. انت فتحتي الميل؟ ليه في ايه؟ لا مفيش، انا بس كنت بعت لك عرض اسعار. عرض اسعار؟ طب هخلي البنت اللي عندي تشوفه. لا لا لا، ده انا بعته لك على البرايفت ميل بتاعك. برايفت ميل؟ طيب ماشي هشوفه واقول لك لما افضى. طب بس على طول بقى لو سمحت ضروري. ليه في ايه؟ في حاجة مهمة يعني؟ اه طيب حاضر مش هستنيك. يا حقيقة مش عارفة اقول لك ايه. على ايه؟ الحقيقة الاولى بتقول انك ما تستعجلش، والحقيقة التانية بتقول انك مزعج جدا ولحوح بزيادة، والحقيقة التالتة بتقول اني مبسوطة جدا باللي بتعمله، والحقيقة الرابعة بتقول إن مفيش عرض أسعار ولا حاجة. هتخلصي إمتى؟ مش عارفة، أنا بجد عندي شغل كتير. طيب هستناكي. ماشي باي. سارة ما بتردش. طب ازاي؟ حتى انت يا هوبا. هاي صباح الفل. مع الطلاق؟ لا 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 خالص، انا كان عندي كام ميعاد كده وبعد الظهر فاضي. في حاجه؟ نو كنت بفكر نتقابل بس اتس اوكي. نتقابل طبعا. تحبي امتى؟ مش انت بتقول ان عندك اجتماع يا فندم؟ المواعيد اتاجلت لبعد الظهر. يلا نتقابل. يلا.